يباشر القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. المهمة بتاعتي في اكتوبر كانت ان احنا كقوات صاعقة نحمل بالطيارات ونوصل لعمق دفاعات العدو في سيناء. كانت المهمة تعطيل تقدم احتياطي للعدو ومنعه من استخدام المضيء سدر لمنعه من تطويق او التدخل في مرحلة عبور الجيش الثالث الميدان. العدو لما حس بوجودنا في بعد ما ابرينا بالطيارات الهليكوبتر ما استخدمش المضيء في اول الساعات لانه ادى احتمال وجود الصاعقة على الممر. وبعدين بعديها بيومين حاول يستخدم الممر، بصينا لقينا عربيات بقى ودبابات وعفرة في المضيء واستنينا وكملنا في اماكننا، ولما جاء قدامنا استطعنا ان احنا ندمر له المقدمة بتاعت اللواء بالكامل. فبصيت لقيت ان باقي مدرعات العدو انسحبت وارتدت تاني من المضيء. استطعنا بفضل الله طبعا ان احنا نمنع اي قطعة للعدو انها تعدي من المضيء طوال 16 يوم. بعد ما جت لي الاوامر وكنا في عمق سيناء في الممر، جت الاوامر ان احنا ننضم الى قواتنا في عيون موسى. بصيت لقيت المسافة كبيرة تتراوح بين 80 كيلو، فاستطعت ان انا اقسم المسافة على يومين واخترت الارض، وخلال ليلتين استطعت ان انا ارجع بقواتي سالم الحمد لله. اضافة بسيطة من يعني الشهداء طبعا دي درجتهم كبيرة عندنا بالكامل وما ننكرش، وبأكرر وفي كل مجال وفي كل مناسبة اكتوبر بأحيي ابرارنا وشهدائنا في حرب اكتوبر، لان هم دول قدموا ارواحهم لمصر. فانا بقول بالنسبة لي ده عمل واجب، انا كل مصري وكل فدائي لابد ان هو يقوم به. مش مهم هو، المهم ان هو اللي وراء النصر مصر تعيش بخير وسلام وحرة كريمة.